كان اليوم علماء بعد سنوات طويلة من العلم ومن التضحية في ميادين الدعوة من مشارق الأرض إلى مغاربها، آن لهم اليوم أن يكرموا، ولكن يكرموا على المشانق، يكرموا اليوم على المشانق. والله لا عاش قاتلكم ولا عاش سجانكم ولا عاش من سيعدمكم. هل يذكر التاريخ من قتل عمر المختار؟ هل من الناس من يخرج لي اسم من قتل عمر المختار؟ لكننا ما زلنا نذكر عمر المختار. هل أحد فينا يعرف من الذي حارب وقاتل أحمد بن حنبل؟ لا أحد يعرف، لكننا نعرف الإمام أحمد. ستقتلونهم، ستنسون، ستنسون في مزابل التاريخ، وسيبقى هؤلاء أعلاما تضيء للأمة. تالله ما الدعوات تهزم بالردى، كلا وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد أنهب أطلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة ولا نزع إيماني ولا نراقي. سأظل معتصما بحبل عقيدتي، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما. بيات أمريكا لنا، هي بشريات ترامب لنا. سأقتل علماؤكم، ولست أنا الذي سأقتل علماؤكم، أنتم من ستقتلونهم.